والله رح يجنني أبوكي من امبارح ما عم يرد. أوف. أمي لو في شي كنا عرفنا. لك ما عم بفهم ليش ما حدا سائل عنه. ليش؟ لك وقت عمل بحاله شي يا مرت عمي. ايه شو بكي شكران؟ ليش صوتك معبي كل البيت؟ حدا يحس يعقوب لهلا ما رجع، لازم نخبر الشرطة بركي صاير له شي. تفي من تمك عند هالصباح إلا ما يرجع، ما بتقدري تعدي بلناء. اي شو هالحنان يا مرت عمي، مع مين عم بتناقش؟ يا الله دخيلك. اهدي يا أمي لو سمحتي. شكران، تأدبي والزمي حدودك. صحي يعقوب بانو ابن بطنك، بس لهلأ كنيته يرقام مرت عمي. إذا حضرتك مفكرة أنه راح وخلصتي منه فلا تحلمي. إذا اضطريت مستعدة دور عليه شارع شارع، مالنا طالعين من هالبيت. خرسي قليلة الأدب. تعي حنان. لك امي روقي شوي، ما بتعرفي بابا يعني لما بيعصب بيحمل حاله وبيختفي، وبس يروق لحاله بيرجع على البيت. لشو عم تردي بقى؟ كيف بدي روقه وابوكي مختفي؟ نحنا لازم نخبر الشرطة وهن بيلاقوه. قلبي مو مطمن، حاسه في شي مو منيح. بعيد الشر عن قلبه، لو صاير شي كنا درينا فورا. الله يخليكي لا تفولي عليه وخلينا نهدى هلا. ان شاء الله يكون هو، ان شاء الله يكون ابوكي. مين؟ هي عمتك. ايه مريم، شو صار معكم؟ شكراً، في أخبار عن يعقوب؟ منوب، هلأ رايحين على الشرطة. يا الله شو قلقانة، وأمي كمان كتير متوترة. ها قولي هالحكي لغيري. مو وقته هالحكي، المهم هلأ ليكي بس تعرفي شي بتخبريني فورا. ماشي. صدقتكم لو عمران ضايع كانوا دوروا عليه. ألو، مين أمي؟ أنت متأكد إنه جوزي يعقوب؟ ماشي قلي وين المكان. عيد عيد شو لقوه؟ تمام، انا جاي لهونيك فورا. ماشي. امي شو صاير عليك؟ ليكي جاي بدنا نروح احكي. شكرا كثير لك. انت اللي دقيت لي تليفون؟ ايه. وينو زوجي هلا؟ يعقوب وينو؟ قلي بسرعه. الزلمة ليكو موجود جوا، لقيت معه تليفون، مسكته واتصلت فيكي. تعي بنتي. يعقوب. بابا؟ الحمد لله لقيناك بخير يعقوب. خوفتنا عليك، رعبتنا، موتتنا من الخوف عليك. انت منيح؟ ما قدرت اعملها. شكران. شو اللي ما قدرت تعمله يعقوب؟ حاولت اني موت وما قدرت، حتى بالموت ما فلحت. اسحق طول هالحكي مرة تاني. اسحق بيت الشر عنك.